البلاستيك هو واحد من اكتشافات الطبيعة الذي أدى في الأونة الأخيرة إلى تسهيل حياة الكثير من البشر، لكن هذا الاختراع يحمل أضراراً على الإنسان والبيئة المحيطة به. إن القارورة البلاستيكية التي نستعملها لمدة يوم تتطلب على الأقل 5 قرون لتتحلل. كما يوجد اليوم أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك في البحار والمحيطات، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 450 مليون بحلول عام 2025. وجد الباحثون أن هذا البلاستيك يتركز في مناطق معينة من المحيطات، حيث يوجد 5 مناطق مليئة بالمواد البلاستيكية في بحار العالم. لكن ماذا نفعل الآن؟ تم حظر الأكياس البلاستيكية في العديد من الدول مثل فرنسا، إيطاليا، الصين والمغرب. كما يستخدم القطاع الصناعي المواد القابلة للتحلل الحيوي استناداً إلى المادة النباتية. أما بالنسبة للبلاستيك الموجود في البحر فالحلول نادرة. تستند الآمال على مقترحات باحث هولندي الذي أعلن عن إطلاق مشروعه قبل نهاية عام 2018. وتتمثل الفكرة في مد الشباك بطول 2 كيلومتر وعمق 3 أمتار من شأنها أن تجمع النفايات في التيارات. المشكلة هي أننا نلتقط النفايات الكبيرة فقط. بالنسبة للجزيئات البلاستيكية الصغيرة قد يأتي الحل من يرقة. توصل باحثون بريطانيون إلى أن يرقات دودة الشمع يمكن أن تكون حلاً لمعالجة التلوث البلاستيكي، حيث تفكك الروابط الكيميائية في البلاستيك بطريقة مماثلة لهضم شمع العسل. لكن تبقى البحوث متواصلة لإيجاد حل تقني لهذه المشكلة.